السلام عليكم. وجبة وقت مباراة فريق ريال مدريد وفريق ريال مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى. والقنوات الناقلة لهذه المباراة: يحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى برصيد 45 نقطة، ويحتل فريق ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة. وسيحتضن ملعب البرنابيو مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى يوم الأربعاء 3 يناير 2024 في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 8:15 مساء بتوقيت مصر، 9:15 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس HD1 بتعليق محمد بركات.